ثم أحبائي في هذا الراعي فيه الرعاية، فهو يقودنا إلى مراع خضر فيه الرعاية وفيه الحماية وفيه الوقاية وفيه أيضا الهداية. فالراعي الصالح يقود الرعية إلى المراعي الخصبة، فيه الحماية لأنه يضع نفسه لأجل الخراف، بل يحميهم ويضحي بنفسه من أجلهم. فيه الوقاية بالمقارنة مع حزقيال 34 عندما تكلم عن رعاة إسرائيل، لكن الراعي الصالح هو الذي يجبر الكثير ويعصب الجريح، يهتم باحتياجاتنا ويعرف أن يداوينا. ثم هذا الراعي يهدينا، دايما بيهدي الغنم أو الخراف إلى مكان آمن حتى فعلا يستمتعوا بكل إمكانيات وامتيازات الرعية.